خير والله وهلت والبركة في البيت حلت والبركة في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات بالصبر ما تعبوا هتهون ومشاكلوا معانا اتحلت بشرة خير والله وهلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات، وبإذن الله تعالى نجيب على كل التساؤلات ونحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا وهنا بس في بشرة خير على شاشة الصحة والجمال هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها على الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بالاجابة على معظم الرسائل في حينها وتجميع جزء كبير منها، خاصة المهمة منها للإجابة عليها من خلال الحلقة. خلوني أبتدي كما وعدت السيدة كريمة من الجزائر، والتي طلبت عدة مرات عرض حالتها في البرنامج، ووعدتها أنها تكون أول حالة نبتتح بها الحلقة. كريمة من الجزائر، عمر 32 سنة، متزوجة من 3 سنوات ولم يحدث حمل. بعد سنة من الزواج بدأت رحلة العلاج، ذهبت إلى أخصائي قال لي عند المبايض أكبر من حجمها الطبيعي ومنتفخة، وطلب تحاليل وبعت نتيجة التحاليل، وبعد ما شاف التحاليل أعطاني منشطات من تاني يوم الدورة، كلوميد وأوفستين ومش عارف، وخدت إبرة تفجيرية، وفي الشهر اللي بعده قعدت التنشيط ولم يطلب مني متابعة التبويض، وفي اليوم ال 13 قال خدي إبرة تفجير. بعد عام انتظار ذهبت للدكتور تاني وعملت تنشيط بنفس المنشط، وعندها تكون لدي كيس وظيفي بسبب التنشيط، وأخذت حبوب من الحمل، ثم طلب مني أشعة بالصبغة وعملتها، وعلى رأي الطبيب كانت سليمة والقنوات مفتوحة، وانا الان لا اتابع مع اي دكتور. بدات اخد الجلوكوفاج حبتين في اليوم، ده صحيح لان عندها تكيس مبايض ومفيش حاجه اسمها انتفاخ في المبيضين، كبر حجم المبيضين واحد من علامات مرض تكيس المبايض. فما رايكم في حالتي؟ نعم حضرتك مصاب بتكيس المبايض، نعم فقد الوزن شيء اساسي، نعم اخد عقار الميتفورمين مهم جدا من اي تركيز على الاقل مرتين يوميا، هل عندي تكيس مبايض؟ نعم. ما من اي درجه؟ الدرجه متوسطه. ما المنشطات تنفع في حالتي؟ اي منشطات تؤدي الى تبويض جيد فهي تنفع، بس ما نستخدمش الحقن اللي فيها هرمون ال LH لانه بيزيد درجه التكيس. هل استعمل تحاميل بروجستيرون من اليوم ال 16 من الدوره؟ نعم، لان الدوره غير منتظمه وتتاخر، لما تفقدي وزن هتنتظم. بوريكتم اينما كنتم، سدد الله خطاكم حفظكم زادكم علم اطال الله في عمركم. شكر لحضرتك جدا دعواتكم لدكتور، والسلام عليكم. يا رب ربنا يهب حضرتك ويرزقك من خزائنه التي لا تنفذ. ويجب كل مره نكرر الكلام ده على كل السيدات المتاخرات في الحمل، يجب ان يعلمنا ان الحمل هبه من الله يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، تعالى علمه وقدرته عن علم العلماء ومقدره الاطباء، فما نحن نطبق سوى علم وطب قد وارد للتغير، اما قدره الله فلا تتغير. علمنا وقدرتنا محدودة، لكن علمه وقدراته غير محدودة، وما نقول إلا ما يفرض هذا العلم. أما الله سبحانه وتعالى فعندما تحل مشيئته فهي بين الكاف والنون. في حاجة تانية الحقيقة عايز أتكلم عليها، يمكن نتكلم عليها بعد الفاصل. السلام عليكم، أنا من أسبوع عملت عملية في قنوات فالوب، أخبرني الطبيب إن عندي انتفاخ في كلتا القناتين، هل هناك حل لهذه المشكلة؟ إذا كان في انتفاخ وانسداد نتيجة لالتهاب مزمن سابق في الأنابيب، فهذه الأنابيب كما يقال عنها بالمثل المصري لا منها ولا كفاية شرها، لا منها ما يحصلش منها حمل، ولا منها لا يمكن تصلحها ليحدث منها حمل، ولا كفاية شرها لأنها تؤذي أي حمل يحدث من الأنبوبة التانية لو كانت جيدة، وابن الحقن المجهري لو الاثنين مسدودين واضطريت ان انا اعمل حقن مجهري، والانابيب المنتفخة حتما انها يتم اغلاقها او فصلها او استئصالها اي منهم.
دكتور ايه سبب عدم التصاق اجنة في الرحم؟ مع العلم ان الرحم وسمك البطانة كويس وعملت منظار رحمي وكل حاجة كويسة، هو التصاق الاجنة ده هو نجاح الحقن المجهري؟ من قال انه ينجح بنسبة 100%؟ فنسب نجاح الحقن المجهري على اقصى تقدير في احسن حالات 50%، فيجب على مريضات الحقن المجهري قبول فكرة انه سيفشل في بعض الحالات. ودايما السؤال اللي ما بنعرفش نجاوبه وما بنحبش نسمعه لان لا اجابة له، هو فشلت ليه؟ طب هو المفروض ان نسب نجاح الحقن المجهري ما بين 35% ل50%، ونسب فشله من 50% ل65%، فنسب الفشل اكتر من نسب النجاح. فالمفترض ان عندما ينجح الحقن المجهري نتساءل هو نجح ليه، مش لما يفشل نقول هو فشل ليه، لان العادي انه سيفشل. طب واحنا بنعمل حاجه فاشله ليه؟ اشرمك على المر اللي امر منه لما يبقى نسب فشل غيرها اكتر من كده بكتير. معنا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا شهناز، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. انا دلوقتي حامل في الشهر السادس. ماشي. انا كان معايا طفل اولاني، الطفل الاولاني ده من عمر سنتين، برضو في الشهر السادس جالي ميه في حوالينه كتير قوي، وميه في دماغه برضو، نزل على التاسع زي ما هو، وعملت له العمليات برضو هو مش طبيعي. دلوقتي الحمل اللي في بطني نفس النظام، يعني برضو في السادس اتلمت الميه في الدماغ وحوالين الجنين ميه كتير قوي. حضرتك انصحني بايه؟ حوالين الجنين كمان في ميه كتير؟ حوالين الجنين فيه ميه كتير، وفي الدماغ ذات نفسه، في المخ ذات نفسه. وخلي بال حضرتك اللي انا معايا طفل قبل كده عمره سنتين وثلاث شهور دلوقتي. طيب انا الاول كنت حملت البنت، اول ما دخلت حملت البنت على طول، واللي بتاعها ولاده طبيعيه وهي حلوه وزي الفل. ما فيهاش اي شيء خالص. طبعا ما بين حضرتك هتقولي لي بقى ان المرتين اللي جم ولاد جم فيهم كده. فحضرتك اكيد قالوا لك بقى ان بتتحسدي وبتتنظري لما تعرفي ان ده ولد وتقولي الكلام ده. لا، في دكاتره لما كشفت قال، في دكاتره قالت انت تبقي كده يعني في الصبيان. هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، الكلام ده لا اساس علمي له. طيب في اي تحاليل دلوقتي او اي حاجه اللي انا اعمل سونار او حاجه اللي انا اشفط الميه من دماغ الطفل قبل ما ينزل على التاسع طبيعي؟ ولما نشفط الميه من دماغ الطفل هو كده بقى طبيعي؟ لو رجعنا حجم الدماغ لطبيعتها هيبقى هو كده طبيعي، ولا في مشكله الميه اللي حوالين اللي في راس الجنين دي سببها انسداد في مخرج الميه الطبيعيه اللي بتقف في المخ؟ فاذا شفطناها النهارده، اذا كان الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده وارد طبيا وهو غير وارد، فاذا شفطناها النهارده بكره هتتجمع تاني، والمشكله الضرر اللي بتعمله على مخ الجنين مش المشكله في الميه في حد ذاتها. هو حضرتك، لا انا بقول يعني، لا يعني لو حصل كده يعني اخفف على دماغ الطفل شويه، وممكن نولده ولاده مبكره على اساس الطفل تعمل له العمليه بدري وندخله في حضان، مش مشكله. هل ده مش ما ينفعش ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. لا ما ينفعش، هو تلك امانيكم. هو حضرتك انت وزوجك قرايب؟ لا، ولا في قرايب ولا في اي صله خالص. بس في الطفل الاولاني يا دكتور كنت انا كشفت وخدت تحاليل، الدكتور اداني اللبوس خدته من تحت كده، عامل التهابات جامد جدا، قال لي خلاص طالما في التهابات خديه من البق، وحقن لتنشيط المبايض وحاجات، يعني حاجات ساعتها كده فرقعت في بطني كتير قوي. فهل ده يبقى من العلاج اللي انا خدته في الطفل الاولاني عشان يحصل فيه حمل؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. ولو سمحتي قولي للي بتقول لك جنبك كده وبتقول لك تسمعينا كده وبتتهم الدكاتره بكده انها لا تفتي في امراض نساء. معلش، هي ام برضو وبتقول يعني معلش. ايوه يا فندم، انا ما قلتش انها ام او اب، انا بقول لك، بقول لك بلغيها الا تفتي في امراض النساء. خلاص ماشي، حاضر. ماشي. طيب يا دكتور هسال حضرتك كمان لو سمحت، يعني طيب لو جبت طفلي تاني، يعني انا لو جبت طفلي، ايوه حضرتك هتساليني عن غيب، فدايما حضرتك اعرفي ان العباد لا يسالوا عن الغيب، وان الغيب يعلمه رب الغيب. تمام؟ لو جبتي طفل تاني في احتمال انه يتكرر الكلام ده فيه؟ نعم، لان التشوهات نسبه حدوثها في البشر 4%، فاللي تحصل فيها ونوع من التشوهات نسبه انه يتكرر بقى الضعف على طول، بقى من 8 ل10%، فاذا تكرر مرتين خاصه بنفس نوع التشوهات النسبه هتتضاعف اكتر، يعني ممكن تصل ل 20-30% و60-70-80% انه ما يحصلش. هيحصل بقى ولا ما يحصلش؟ هذا غيب يعلمه رب الغيب، احنا علينا علم الاحصاء وارقام
التي لا تعترف بها قدرة الله. أما اللي عند حضرتك ده دي تشوهات ليست مرتبطة بالجنس وبالتالي لا يمكن إيعازها إنها لها علاقة بولد أو بنت. نمرة 2 مفيش لها سبب علمي واضح. قبل بس ما ناخد بس رسالة، أنا معايا بنت 7 سنوات مفيش حمل حتى الآن، مولودتها القيصرية، عملت بعديها الزايد، عملت أشعة صبغة 3 سنين، بعدها بسنة عملت بنزار كان فيه التصاقات. طبعا 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 بالعقل كده، ست حملت ولدت عملت قيصرية من بعدها ما بتحملش، أكيد يجب أن تتهم القيصرية. حتى لو حضرتك عملت أشعة بالصبغة فشافها كثير من غير المتخصصين فيقول لك دي حلوة دي جميل، أنا ما شفتش تقرير أشعة بالصبغة بيتكتب إنها وحشة، فيقول لك دي حلوة دي جميلة دي هايلة، أو ما بيحصلش حمل. لازم هنعمل منظار ولازم هيطلع فيه التصاقات، ده ألف باء طب، فطلع فيه التصاقات وبرضه بعد فك الالتصاقات بعد المنظار ما فيش حمل بشهرين، خدت منشطات بعدين وقفت العلاج وبعدين حصل حمله كان تحليل الرقمي 47 وعدته لقيته 20، هذا حمل كيميائي. حضرتك تنتظري اثار الايجابيه للعمليه خلال 6 شهور، اذا لم يحدث حمل بيبقى في نسبه عاليه لارتجاع الالتصاقات ويجب ساعتها اللجوء لوسائل المساعده مثل الحقن المجهري. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور عندي بس كده استشاره لحضرتك لبنتي. اتفضلي. بنتي بيجيها يعني في ايام الدوره بيجيها نوبه صداع جامده قوي. أيوة. دخنا بيها ورحنا بمخ واعصاب ورحنا في كل حته قالوا ده صداع نصفي، بس هي بترتبط بالتبويض. قصدي حضرتك بالدوره، لان الدوره شيء والتبويض شيء. بالدوره. ايوه. في ايام الدوره او قبلها او بعدها. ايه السؤال بقى؟ ما هو ده السؤال، ايه اللي بيخليها تجيها يعني تجيها الصداع؟ هرمونات صداع جامد جامد. ثانيه هجاوب اهو خلاص. تأثرها بمستوى هرمونات الدم اللي بتبقى موجودة في دمها وقت الدورة، في هرمون معين بيزيد. إيه نروح لمين؟ لأن نعم. بتجيها دلوقتي نوبة جامدة. طيب تاخد علاج نوبة الصداع النصفي من قبل حدوث أو نزول أو وقت الدورة، تاخد علاج يعني استباقي. يعني نيجي لحضرتك ولا نروح لحد تاني؟ لا يا فندم الصداع النصفي تخصص تاني. إحنا أمراض نساء، إحنا أمراض نساء متخصصين فيما للأسف ما بين السرة والركبتين، تمام؟ أو ما يدور من هرمونات في الدم، دي عندها صداع نصفي، مرتبط بالدورة نتيجة لأن الصداع النصفي فيه عوامل كتير قوي بتعمله، زي مثلا قلة النوم، زي الضغوط النفسية، زي كل واحد عنده صداع نصفي عنده عامل اسمه العامل التريجرنج اللي بيحفز نوبة الصداع النصفي، ده بيحصل عند بعض الستات أثناء أيام الدورة نتيجة لهرمونات معينة، ده مش معناه إن علاجهم عندنا، ده معناه إن علاجهم عند طبيب الأعصاب، لكن مرتبط النوبة بوقت الدورة، يبقى ده خلل يعالج يعني عند أطباء الأعصاب. أيوة يا فندم، مش طبيب ماشي. جراح مخ وأعصاب، طبيب ماشي. باطني تخصصه أعصاب. ماشي. تمام؟ شكرا. بالتوفيق إن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها، طبعًا الصداع النصفي يبتلى به كثير من الناس، وأول الناس اللي تقدر ألم الصداع النصفي أنا. تمام؟ وهو يصيب ناس ليهم مستوى معقلي وذكاء معين ومجتماعي معين ولا اخره، لكن ومن الابتلاءات من الحاجات الشديده جدا 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 الناس اللي بتعاني منه، لكن خلل هرموني وبعدين هنظبطه ان شاء الله. كل السيدات وكل النساء فاصل، وبعد الفاصل نواصل. بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعب وهتهون ومشاكله معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، عادت إليكم ومعكم وبكم بشرة خير، شايلها الطير تنور ليل لقلب عليل بيحلم من زمن بطفل جميل. لكل من أكثرت في الليل من الدعوات وابتهلت لرب السماوات أن يهبها طفل جديد من البنين أو من البنات، هنا دائما الموعد وهنا دائما اللقاء وبشرة خير. الحقيقة يعني نصحني الكثير ألا أتحدث في هذا الموضوع، لكني سأدخل فيه وأجري وأمري إلى الله. انتشرت من يومين على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة على تويتر ما بين إحدى السيدات بتخاطب رجل يصف نفسه
بانه مفسر الاحلام وشيخ رقيه شرعيه، وبتقول له ان اختي استأصله ورم من على المبيض، والورم ده اتضح ان فيه شعر واسنان ودهون. انا بقى بكمل، انا بدخل بقى بقول ان ده المعروف من مئات وقد يصل لالاف السنين بكيس الدرمويد او الدرمويد سيست او التراتوما، وهو نسيج كيس من ورم حميد من اورام المبيض يحمل بداخله دهون واحيانا شعر واحيانا اسنان واحيانا غضاريف واحيانا نسيج الغده الدرقيه واحيانا نسيج عصبي واحيانا نسيج منهم يعم في الكيس. وهو من المعروف تماما، وعلى الاقل 10% من الستات اللي سامعيني بيقولوا ايوه احنا جالنا ده وعندنا ده، لان نسبه حدوثه 10%. تمام؟ فبتقول له هل ده يا شيخ حسد ولا ده سحر وكيف يعالج؟ فالشيخ قال لها لا ده سحر، وبالرقيه الشرعيه تستبرأ الارحام، تستبرأ الارحام اللي هو الرحم، اللي هو مش سامع ومش داري ان ده كيس على المبيض، اللي هو ده عضو وده عضو، ويخالف صحيح العلم، ويقول لها ده سحر. تمام. فتقول له طيب هل نكتفي برقية أختي ولا لابد من فك السحر؟ قال لها فك السحر أفضل. فقالت له طيب نروح نجيب العينة من المعمل اللي بعتناها فيه عشان نجيبها لك عشان نفك السحر بقى على حقيقته وعلى في على. فقال لها اه خالف. انا بقى لنا علماني ولا لا، واعرف ان في حاجه اسمها الرقيه الشرعيه واؤمن بها واعرف الاحاديث التي تدور عنها ويعني ابجل كل من يمارس هذا، لكني اعرف اننا مامورين، نحن مامورون بنص الآية في القرآن فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا بالأمر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقوم الإنسان الذي لا يعلم يقول ده مش علمي، اسألوا من يعلم، اسألوا من هو أهل التخصص. فحرم السيدة من أنها تسأل أهل التخصص، وأنها تعرف اللي عندها ده مرض من إيه، وأنها تعرف تبعاته إيه، وأنها تعرف المفروض تعمل إيه، وأحال الموضوع إلى أن ده سحر، ثم طلب منها أنها تعمل رقية وتفك السحر، ثم قال لها تروح تجيب العينة من المعمل، وهو لا يدري ان ده ورم حميد من اورام المبيض، ان 1-2% منه بيقلب لاورام خبيثة، وان احنا بننقله للمعمل عشان نشوف في اي تغيرات خبيثة ولا لا، فلو كانت في هذه التغيرات الخبيثة لخدنا احتياطات. حرمها من كل ده، سخف هذا العلم، ها جعلنا اضحوكة. العلم انا طبيب واستاذ جامعي ولا افتي في غير تخصصي، درست كل تخصص الطب، لكن اللي مش تخصصي الدقيق اللي انا بشتغل فيه لا افتي فيه، ولا اخجل ان انا اقول لا اعلم او روحوا لفلان او اسالوا فلان او فلان هيعمل دي افضل مني. لكن الكلام ده يخلينا اضحوكة العالم. ها؟ من يزدري الدين هو من يعرضه لمثل هذا. بينما ديننا هو العلم كله. والعيب ليس في الدين، ولكن اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، دي امام ربنا عملت اللي عليا. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في الشهر في بدايه الخامس، عملت كذا اشعه ورحت لكذا مركز، قالوا لي ان دماغ الجنين ما فيهوش دماغ. ايوه يا فندم، انكفل. وانا كان عندي بنت قبل كده، كان ليها سنة ونص قعدت معايا، وبعدين عملت عملية في القلب ومات، لأن أنا متجوزة قريبي. فالحل إيه؟ طيب الحل إن أنا أعمل حقن مجهري عشان أخلف طفل سليم. ده هذا ثانية بس، اهدي بس اهدي، ده هذا ما أوحوه لك. كويس؟ في اختلاف تام بين المشكلة اللي حصلت في البنت والمشكلة اللي موجودة دلوقتي. الطفل اللي موجود دلوقتي ده حالة طبية متعارف عليها اسمها أنينكفالي. كويس إن حضرتك جبت السيرة. من أسبوعين إحدى المواقع الإخبارية المصرية تبع جريدة تتبع لحزب قديم في مصر كتب نقلا عن مجلة علمية وصرح علمي وحدث علمي، اكتشفوا طفل بدون دماغ في الهند وحالة نادرة، وأحد المواقع الإخبارية ها اللي مسمي نفسه اليوم الكذا، تمام، نقل عنه نفس الكلام وكأنها حالة لم تسجل، حالة معروفة من آلاف السنين في الطب. اللي عند حضرتك في الطفل اللي جوه بطنك ده اسمها أنينكفالي، عدم تكون قبة الراس.
ملهاش علاقة بالقرابة، ليها علاقة بنقص حمض الفوليك في الدم، ويجب ان حضرتك تاخدي حمض الفوليك من قبل حدوث الحمل في حالتك. والستات كلها لما بتحمل بتاخد قرص يوميا، مطلوب من حضرتك تاخدي 3 4 5 6 7 8 اقراص. نعم. انزله ازاي؟ انا والدك يسري اول بطل. اولا اسمها قيصري بالقاف والصاد. أيوة. قيصر. وليست كيثري زي ما حضرتك نطقتيها بالكاف والساء، هي قيصري نسبة الى قيصر. تمام. حجم الجنين لو مش كبير قوي ممكن انزله مهبليا. تمام. ده نمرة واحد. لكن ده له علاقة بنقص حمض الفوليك. انا ما اعرفش ايه اللي كان في البنت، لان الكلام اللي حضرتك بتقوليه مبهم، لكن لا علاقة له على الاطلاق ولا علاقة لده بالقرابة. ده له سبب واحد ووحيد واوحد، ولا احتمال لانه يكون في سبب اخر، ولا علاقة له بقرابة من قريب او بعيد، ولا علاقة له بما حدث للطفلة السابقة من قريب او من بعيد. دي حالة انينكفالي يلي بتكتبه في المواقع الاخبارية، يلي بتوهموا الناس تقول حالة جديدة ولم تسجل من الاف السنين. شيء مغزي، والواحد لما يرد عليهم لم يستطيعوا ان ينشروا التعليق اللي كتبته عشان ابين لهم ان المفروض ان اللي يحمل رسالة اعلام كان عليهم يرفعوا سماعة التليفون، يطلبوا طبيب يقولوا دي حالة جديدة، يقول لهم اه انشروا، لا دي مش حالة جديدة والكلام اللي كاتبينه ده وهم، والكلام ده من الاف السنين متعارف عليه، والكلام اللي انتوا بتقولوه ده غلط ومضلل للناس. والصورة موجودة على موقع الموقعين الاخباريين اللي انا قلت عليهم. اللي عند حضرتك ده اسمه انينكفالي، ينزل الطفل ده حضرتك تاخدي حمض الفوليك. اما ما قالوه لك تروحي تعملي حقن بجهري عشان نختار الجنين ونتفادى ان في تشوهات، دي حاجه اسمها بي جي دي اي بري جيناتيك دايجنوزس، قبل ما ننقل الاجنه في الحقن المجهري، هذا ما صدروه لك، هذا غير متوافر في كثير من الاحيان في منطقتنا ولا في دولتنا. للاسف الشديد الناس بتحكي عن وهم. قبل بس ما ناخد الاتصال بقى، عشان استمرارا للوهم ودام الواحد ايه اتنرفز كده، عملت فحص سونار مهبلي ظهر حجم عنق الرحم 28 ملي، والدكتور قال لي الطبيعي لحد 25، لا الطبيعي 30، وكل ما يزيد كل ما معناه ان عنق الرحم اكثر كفاءه. فقال لها ده 28 ده الطبيعي، ال 25 ده زايد اللي هو يبقى اكثر كفاءه، وقام قال لها ده مطلوب بقى ان يتعمل له غرزه اللي هي ربط. لا ضرر من الربط، لكن مفيش فايده، مفيش داعي. نمره 2 على الرحم مقلوب، مع العلم ان بول الطبيعي مفيش حاجه اسمها رحم مقلوب، والرحم المقلوب لا بيأثر على الحمل ولا يستدعي أوضاع معينة للعلاقة الزوجية، دي قلة أدب. ها اللي بيتقال كده ده قلة أدب، ولا لا يؤثر على الحمل الست حامل ولا يؤثر على طريقة الولادة. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتور، عايز استشارة من حضرتك. اتفضلي. أنا دلوقتي في الشهر في بداية الرابع. أيوة. وكنت عايزه اسافر ان شاء الله بكره، يعني مش عارفه السفر ده هيبقى فيه ضرر دلوقتي ولا لا. والدكتوره كتبت لي على مسدس لغوص عشان السفر ده كويس، وانا باخد لغوص برضه تاني للالتهابات، فينفع استخدم الاثنين مع بعض ولا جميل. ولا اعمل ايه؟ انا هسال حضرتك سؤال، هو المثبتات اللي حضرتك بتقولي خدتيها ومعتقد انك لما خدتيها كده الدنيا امان، اخترعت في الطب من كام سنه؟ ما عنديش فكرة. يعني اضربي اي رقم، يعني من سنين كتيرة، بس يعني سنين كتيرة لها ناس من سنين كتيرة، من سنين كتيرة، لا هي من 20 سنة مش اكتر من كده. ها كان في قبلها ناس بتحمل وتولد ولا لا؟ ايوه. وكانوا بيسافروا ولا لا؟ وكانوا بيسافروا على الناقة ولا لا؟ وماشيين ولا لا؟ وراكبين الهودج ولا لا؟ لا ضرر من اي سفر مهما كان طوله، ولا من اي ممارسه حياتيه. الست الحامله تقول لا انا اغسل ازاي؟ اقوم اطبخ ازاي؟ ده انا حامل. الحامل تغسل وتطبخ وتكنس وتعمل كل شغل البيت وتطلع السلم امال جوزها هيشيلها وتطلع اصل احنا الدور السادس. ايوه يعني عايزه حد يشيلك ولا حد يدلدل السبت؟ اصل المفروض ايه يعني؟ تمام. وتركب التوك توك، الحلقه بتاعه التوك توك الشهيره دي وتركب الميكروباص وراسها تخبط في المطبات طالما الحمل طبيعي وتركب الطيارة وتعدي كده من الجهاز اللي في المطار رغم انهم كاتبين في جهاز المطار انه ما تعديش في الحوامل، لكن كل ده ايهام للناس كل ده طب واللي حملها مهدد؟ لا ما تسافرش، لكن اللي حملها كويس وهيدوني مثبتات عشان وانا مسافرة يقوم يثبت يمسك يعني. سافري وتروحي وتيجي بالسلامه، واذا حصل حاجه في السفر مش من السفر ده قدر الله.
طبعا العنق الرحمي 28 مللي ده قلنا ان ده وهم استخدام علاج للالتهابات في اول شهور الحمل. امن دي كمان من الاوهام. عملت اشعه بالصبغه من 3 سنين ويومين وهعمل منظار والدكتور هيعمل لي صبغه. ده الطب بتاع الجزء الاسفل من مصر، بلاش نقول فين. يقول لا انا على فكره مش هعمل لك منظار بس، ده انا وانا بعمل منظار هحقن لك صبغه. اكن حضرتك بتقولي ان انا هركب عربيه فيها دركسيون. ها اللي تقول بركب عربيه فيها دركسيون نقول لها ايه؟ ما ده العادي. فاللي تقول ده انا هعمل منظار وهحقن جواه صبغه نقول لها ايه؟ ما ده العادي. هي بقى بتقول ده انا كنت عامله صبغه من 3 سنين. فده ياثر ولا من 3 ايام ولا من 3 اسابيع ولا من 3 دقائق. معانا اتصال تليفوني. استاذ خالد وطي التلفزيون. حاضر يا باشا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم اتفضل. انت مش وطيت التلفزيون، انت قفلت التليفون. يا جماعه اللي ما انا عارف قد ايه بتقعدوا فتره طويله عشان توصلوا للهواء، لو سمحتوا اللي يدخل على الهواء مباشره يطفي التلفزيون ويتكلم بصوت واضح وعالي بسرعه قبل ما الخط يقطع، لان بتحصل اخطاء فنيه نتيجه لفتح التلفزيون. و معلش احنا اسفين، حاول تتصل مره اخرى. مريضة التكيس موبايل، الحمد لله تم الحمل، هل استمر على الجلوكوفاج؟ ايوه حتى ظهور النبض، وشكرا لك على المجهود الرائع اللي تبذله معنا، اكرمك الله في صحتك واولادك يا رب. السلام عليكم، اولا بشكرك، ربنا يبارك في عمرك ويجعله كله في ميزان حسناتك بفضل الله، ثم بفضل حضرتك حملت اختي بعد 3 سنوات، ولان المسافه بعيده متابعه عند دكتور عندنا وهي بدايه الخامس، ما زالت بتاخد دوفاستون المثبت، هل في خطر من الاستمرار عليه على البيبي؟ لا. شوفوا العجب، ناس معتقده ان الاستمرار على المثبت هو الحياه، وان المثبت هو اللي هيثبت، وان المثبت هو اللي الحمل معاه هيستمر، وناس تقول لك لا هو انا لما اخد المثبت ده فيه ضرر؟ لا ايقافه منه ضرر ولا الاستمرار عليه فيه منه ضرر. تمام. أنا فاطمة من الجزائر، أعاني من تكيس المبايض. طبعا لك وللسيدة كريمة ولكل أهل الجزائر وارتباط أهل الجزائر بيا شخصيا وبالبرنامج، يعني لكم كل التحية. تزوجت 29/8/2015، جاتني الدورة 3/9، بعدها حملت، كان التبويض كان متأخر حسب كلام الدكتور 16 الأسبوع الرابع لم يكن هناك نبض، الأسبوع السادس سقط الجنين، أعطاني هبوب من الحمل 3 أشهر دوفاستون، لاحظت أن التبويض يكون يوم 18 وأحس بيه فعلا يوم 14، بعدما حسيت بالتبويض جت الدوره، انا خدت دوفاستون فقط، اخمن ان اوقفه واعمل تحاليل. لو سمحتي تخمين حضرتك صحيح، هذا هو الطب يعني. فماذا تنصحني وما هي الهرمونات التي احللها؟ بيتهيألي ان انا رديت على حضرتك بالهرمونات. لو سمحت انا متابعه وخلصت تنشيط، جيت لحضرتك بعد ما جوزي عاد التحليل طلع فيه مشكله، قلت له لازم لمده 3 شهور علاج، لازم اكمل علاجي؟ ايوه طبعا عشان هرمون اللبن العالي. انا متزوجه من 1.5 سنة، زوجي بيسافر ويرجع اجازه بعد سنة ونص بس جواز، ها 18 شهر. نسمع بقى التعليقات. هو تحليله كويس جدا بفضل الله، انما انا اخدت منشطات كتير وكعاده السيدات في المبالغه الشديده، فكاتبه لي كلمه كتير بكام يه وكام ره، لكن مع الاسف البويضه بعد ما بتكبر مش بتخرج. محدش طلب مني تحاليل هرمونات غير دكتور واحد قال لي هرموناتي مش مظبوطه. سؤالي بالله عليك، انا عندي ايه؟ طب انا شفت ايه؟ طب انا عرفت ايه؟ من شاف عرف، من قرأ عرف، من طلب التحاليل وشافها عرف. لكن حضرتك الكلام اللي بتقوليه ده كلام وهمي كده، تمام؟ كلام عام، يبدو ان في خلل في الهرمونات، يبدو ان في خلل في الهرمونات مع ضعف في التبويض، هذه اعراض تكيس المبايض، المرض الاكثر استشراء في منطقتنا، لكن ما فيش اي دليل عشان اقول لحضرتك انا عندي ايه. وبالمناسبه صفحه البرنامج برضو انا عندي ايه، واكتب لي العلاج، واكتب لي انت الروشتة، واكتب لي اسامي الادويه. يحظر على الاطباء في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي كتابة دواء وروشتة، ده مخالف للأعراف الطبية. احنا بنتكلم في قواعد عامة، نقول لست حضرتك عندك مرض كذا، التشخيص الأمثل يتم عن طريق كذا، الحالة دي يتم علاجها بخطوات كذا، لكن غير مصرح ليا ان انا انطق باسم دواء واكتبه في روشتة طبية موصوفة، هذا يخل بعمل الأطباء ويستدعي إيقاف الطبيب وإيقافه وإحالة التحقيق وأحيانا إيقافه عن ممارسة المهنة أو سحب ترخيصه. لو سمحتوا راعوا هذا، لأن لما بقول الكلام ده للناس الناس بترد عليا ردود ظريفة. السلام عليكم، أنا عمري 32 سنة متزوج وعندي ولدين، متابع البرنامج بشرة خير من 8 سنوات الحمد لله. عملت تحليل مخزون المبيض طلع 7.4 وهرمون محفز غدة رقية 5.35 والسكر التراكمي 4.6، هل هذه التحاليل طبيعية؟ لا، التحاليل تشير إلى تكيس مبيض ومن درجة متقدمة. ابني 8 شهور خدت حبوب لتنشيف اللبن مفيش فايدة، صدري لسه فيه لبن وبنسبة كبيرة.
لازم من اخذ ادويه لايقاف هرمون اللبن والاستمرار عليها، وعمل تحليل للغده الدرقيه لان تحليل الغده الدرقيه الخلل فيه قد يؤدي الى عدم استجابه هرمون اللبن للعلاج. عندي 21 سنه والزوج 27 سنه وتزوجها من 8 شهور وبعت التحاليل بتاعتها وبعت التحليل ال اتش كاتبان 5/10. لا اظن ان الكتابه دي صحيحه، لكن اذا كان 5 مش 5/10 يبقى الدنيا كويسه. عملت منظار عند حضرتك يوم 1 اغسطس ومتابعه مع حضرتك التنشيط، الحمد لله عملت تحليل بينت ان انا حامل. هل الادويه اللي الدكتور كتبها لي في منها ضرر استمر عليها؟ نعم استمر عليها وجزاك الله خيرا على نصايحك الدايمه، ربنا يتم لحضرتك بكل خير. طيب استاذ خالد اتفضل. استاذ خالد، الى ان يصل استاذ خالد. بتقول انا عندي تكيس مبايض، الحمد لله مع حضرتك ربنا كرمني مرتين، وعندي مشكله دوره مستمره بالنزول بقى لها 10 ايام. طبعا دي الدرجات الشديده من تكيس المبايض، بيحصل خلل شديد في الهرمونات وسمك شديد في بطانه الرحم، يجب عمل سونار مهبلي لاستبعاد الكلام ده وعلاجه. السلام عليكم. نزول دم شفاف بعد كل جماع، ايه المشكله؟ المشكله غالبا ده التهاب في عنق الرحم، ولا يتم ولا يقال لك ان في قرحه ولا يتم كي الكلام ده، هذا مضر. عندي 51 سنه وعندي بنت 25 ولد 21، دوره كانت منتظمه وبعدين وقفت ورجعت، وعملت تحاليل وكتبوا لي على دواء لهرمون اللبن، المشكله ليست في هرمون اللبن، والوجع ده بقى له 10 ايام. مع العلم ان نستعمل اي وسيله من 5 سنوات، هل ضروري اخد علاج هرمون اللبن ولا دي اعراض انقطاع؟ لا دي اعراض انقطاع وليس ضروري تغيير نظام الهرمونات. لو سمحت، انا معايا طفل حملت فيه بعد 2 سنين من الزواج بعد اجراء منظار لتسليك الانابيب، بعد 6 شهور من الولاده حصل حمل تاني، نزل في الشهر الاول من غير ما يظهر كيس حمل، بعدها ب5 شهور حصل حمل تاني. استاذ خالد اتفضل بس عشان ما الخط ما يتقطعش، اتفضل. استاذ خالد. الو. ايوه يا فندم. يحب يرد. اتفضل. الو. اتفضل. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بحضرتك. انا كنت كشفت عند حضرتك من شهر، وانت قلت لي المدام عندها تكيسات على المبيض، وعملت شعر الصبغه، وهي دلوقتي خسرت 3 كيلو، كان وزنها 68 دلوقتي بقت 65. جميل. ماشي، بس هي اتعورت جراحه يعني، فينفع تاخد العلاج ولا ايه؟ لا يا فندم، العلاج لا يوقف تحت اي مسمى ومفيش تعارض بينه وبين اي حاجه تانية، الف لا باس عليها. الله يسلمك يا دكتور، انا اسف لحضرتك. انا عناية ليك. تسلم يا دكتور عادل، الله يكرمك. تحت امرك. سلام. كثير من ادويتنا خاصه في حالات تاخر الحمل لا تعارض بينها وبين اي مرض تاني على الاطلاق، يعني استاذ تيجي تقول ايه ده انا جالي دور برد، طب اخد ده مع دواء، يعني مفيش تعارض خالص خالص خالص. وعلى مريضات العياده الاتصال بالعياده، وكون انها ملتزمه بالعلاج دي حاجه كويسه، ربنا يكرمها ويجعله بفايده. دي اللي كانت بتقول حصل حمل تاني مره وما ظهرش نبض، وكتبوا لي على جوسبرين، حملت تاني وكتبوا لي على كالهبارين، وبرده نزل في نص التالت وحللت الجنين، ده كان طبيعي، وعملت تحليل طورش لا قيمه لها والاجسام المضاده. ايه الحل؟ كل ما حللتيه وكل ما قلتيه لا علاقه له بالمشكله اللي عند حضرتك، ويجب الذهاب ومتابعه متخصص لبيان سبب المشكله دي، لان كل التحليل اللي طلبت منك لا علاقه لها صحيحه بالمشكله. ده كتير جدا كتير جدا. طيب هنحاول بسرعه كده. كنت عامله منظار لاستئصال اورام ليفيه واعملها بعد دورتين او اكتر، جزاك الله خيرا على مجهودك، ربنا يبارك. انا حامل في اولادك، حامل في اخر السابع، عندي باخد جسبرين وسولبريد وحقن كليكسان، باخدهم يوميا، المفروض اخده لحد امتى؟ لحد اول الشهر التاسع. لو سمحت يا دكتور، انا في اليوم ال 15 من بيريود صحيت لقيت دم مش بسيط، ده سببه ايه؟ اذا لم يكن دم شديد واستمر مده بسيطه عده ساعات او ايام فهذه اعراض حدوث التبويض. السلام عليكم، دورتي منتظمه جدا تقعد 5 ايام، خدت دوستينكس، عملت تحليل منزلي لا يوجد حمل رغم عن تاخر الدوره ونزولها كميه قليله، عملت اختبار دم نوعي بعدها بيومين كان سلبي ايضا. طبعا هو هنا المشكله دايما اللي بنقول عليها وكررناها اكتر مره، عملت اختبار حمل فطلع سلبي فهي مش مبسوطه بده، فرحت عامل اختبار حمل رقمي. الاختبار الحمل الرقمي بيتعمل لبيان كفاءه الحمل لما تبقى الست حامل، لكن لما تبقى مش حامل ما فيش داعي لاختبار حمل رقمي، وهيطلع ما هو ما فيش حمل عشان نشوف رقم الهرمون. هل الدواء ده ضرني في حاجه؟ لا الدواء ما ضرش حضرتك، بس هي المشكله مش في الدواء ومش في هرمون اللبن، في خلل في هرمونات اخرى يجب فحصها.
حجم البويضه اليوم 11-21 كويس. السلام عليكم، يجزاك الف خير يا دكتور، بستناك يوم الجمعه عشان اتابع حضرتك، متشكر ليكي. هل المفروض الحمل في توأم تولد في بدايه الشهر التاسع ولا عادي انها تكمل لنهايه الشهر؟ غالبا هي مش هتكمل لان هيحصل ولاده مبكره غالبا مع التوائم، غالبا نادرا جدا من التوائم اللي هيكملوا لحد اخر التاسع، فبعد اسبوع 10 ايام من الشهر التاسع ده كويس جدا جدا، مفيش اي مشكله. السلام عليكم دكتور عادل، متابعه لحضرتك من 7 سنوات، والله ده شيء جميل. مع ولي اخت في الله متزوجه من عام ولم يحدث لها حمل 26 سنه، من خلال سماع نصائح حضرتك قلت لها، هي قالت لها انها تجري تحاليل هرمونات، جميل، بقيتي استاذ في امراض نساء، ان ذهبت الاطباء وكالعاده لم يطلبوا منها اي تحليل وقالوا انها سليمه بالفحص الظاهري واعطوها منشطات، وعندما قلت لها عن العلم الذي تقوله حضرتك ذهبت واجرت تحاليل وهي كالاتي، البروجستيرون بتاعها طلع 25%، وهذا ضعف شديد في التبويض وسوء شديد في التبويض، وهي ليست طبيعية كما قالوا لها، وللأسف قال لها الدكتور المعالج أن التحاليل سليمة. الدكتور المعالج يحتاج أن يراجع كتب كلية الطب، إذا كان تحليل البروجستيرون أجرى في اليوم 21 فهذا تحليل شديد السوء ويدل على ضعف شديد 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 في التبويض. معنا اتصال تليفوني. ألو. أيوة كريمة تفضلي. يا دكتور انا كان عندي تكيسات مبايض، بس اخذت منشطات ودلوقتي تاني حمل في 45 يوم ده شيء جميل. النبض، هو النبض ينزل على كام؟ هو اخر دوره كانت امتى؟ اخر دوره يوم 15/12. اخر دوره يوم 15/12. مفترض ان النبض يكون ظهر من اسبوع عدى. هو حضرتك عملتي سونار من البطن ولا سونار مهبلي؟ سونار مهبلي. مهبلي، لا المفروض النبض يكون ظهر من اسبوع عدى، من اسبوع مر. هندي حضرتك فرصه اسبوع كمان لاعاده السونار، فاذا استمر عدم ظهور النبض يبقى الحمل ده مش كويس ويجب انزاله. ان شاء الله ربنا يتم لحضرتك بكل خير. ممكن اسال سؤال، حقن السيوله في الدم لها علاقه بضعف حركه الجنين؟ الاجابه لا، ده سؤال عندنا هنا. انا عمري 38 سنه ليس لدي اطفال، دكتور وصف لي تاموكسوفين، ماشي ده تنشيط للتبويض اذا كنت تحتاجيه تاخديه. مرحبا دكتور، اشكرك على كفاءتك واخلاصك في عملك ووقتك الثمين وتعطينا اياه الرد على رسائلنا، متشكر، اجرك عظيم ان شاء الله عند هذا الطبيب الحق يقدر المسؤوليه، متشكر لحضرتك جدا، لك ضمير مهني حي، انا متشكر لحضرتك جدا. انا مريضه من تونس 35 سنه متزوجه من 2.5 سنين لم يحدث حمل، قد رسلتك من قبل نصحتني بمنظار لان عندي تكيس مبايض وبويضاتي تكبر بالتنشيط واعاني كذلك من 3 اورام لي فيا. لما رحت للدكتور قال لي ان بلاش تعملي منظار. طيب قولي للدكتور اللي قال لحضرتك كده ان عمر حضرتك 35 سنه وان هذا عمر مقلق بالنسبه لتاخر الحمل وان يجب عمل خطوات متسارعه. قولي للدكتور اللي قال لحضرتك كده ان حضرتك عندك تكيس مبايض وان الدرجات المتقدمه منه تعالج بالمنظار. قولي للدكتور اللي قال لحضرتك كده ان حضرتك عندك اورام ليفيه يجب ازالتها بالمنظار لان كثر عددها يؤدي الى تغيير وضعيه الرحم وهذا قد يعيق الحمل ويقلل فرص ثباته. قولي للدكتور اللي قال لحضرتك كده ان تكيس المبايض والاورام الليفيه معهم نسبه مرض اسمه البطانه المهاجره بنسبه اكثر من 50% وهذا لا يكتشف الا بالمنظار. قولي للدكتور اللي قال لحضرتك كده ان يراجع قواعد هذه المهنه لان ما يقوله يخالف صحيح وبسيط وقواعد العلم والطب في هذا. حملت من 7 شهور بحمل ازدواجي هيتيروتوبيك واجهضت وانا الان بانبوب واحد الايسر، طبعا استئصاله الايمن تقصد. صورة الصبغة سليمة، 7 شهور لم أحمل، أرجوك طمني، يجب عمل تحاليل للهرمونات، إذا كانت تحاليل الهرمونات جيدة واستمرار متابعة التبويض، إذا لم يحدث حمل يجب اللجوء لمنظار البطن لأن الستات اللي بيحصل لهم حمل خارج الرحم، حدوث الحمل خارج الرحم، خلينا نختم بده، حدوث الحمل خارج الرحم معناه أن أنابيب الست غير جيدة، حدوثه في حد ذاته معناه كده. نمرة 2 أنه ترك لحد ما استفحل وبقى فيه دم في الحوض هذا يحدث التصاقات. نمرة 3 ان تم علاجه بتدخل جراحي هذا يحدث التصاقات. التدخل الجراحي كان بفتح بطن وليس بمنظار، والمنظار اقل جراحات العالم احداثا للالتصاقات، فتم فتح البطن لاستئصال الانبوب فهذا يحدث التصاقات. والالتصاقات لا يمكن الاشعه اللي بالصبغه الجزم بيها ولا الحلفان عليها، فالاشعه اللي بالصبغه حساسه جدا ودقيقه جدا في انها تقول الانبوبه نافذه ولا لا، لكنها غير حساسه وغير مجزيه وقاطعه في وجود التصاقات في الحوض. فاذا استمر لا يحدث حمل في سيده حدث لها حمل خارج الرحم قبل عن هذا فيجب اللجوء لمنظار البطن لبيان سبب عدم حدوث الحمل وعلاج هذا السبب وزياده فرص السيده في حدوث الحمل لاحقا. هذا هو
صحيح الطب. كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، لقد آلينا على أنفسنا ألا نقول إلا ما هو حق، أن نواجه المشاكل، أن نزيل الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل. هذا البرنامج له 8 سنوات نحارب مثل هذا، وسأظل طالما في قلب ينبض وفي دم في عروقي نحارب الجهل ونرتقي بمستوى ممارسة هذه المهنة. لا نقول إلا حقا وما هو إلا صحيح العلم، ونرجو من الله التوفيق والسداد وأن يعيننا وأن نصل إلى فكر طبي متقدم بين الأطباء قبل المريضات. كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا بإذن الله. أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، لكم مني كل التحية وكل التقدير. ودايما يا رب اللي بينا ومرفرف علينا هو بشرة خير. والبركة في البيت حلب، الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر متعبه هتهون ومشاكله معانا اتحلت.